بخصوص هوني تونجيو للسيارات اللي ممكن المواطن اليوم اللي ديما معناتها يعطي ملاحظات عليها، اللي نجموا يشوفوهم في البحر، اللي نجموا يشوفوهم يهزوا في معناتها في سلعه، في مرمه، في شعير، في حاجه، اللي راهو هذا الكل المواطن تقريبا اللي ديما يعاود يهبط التصاور نتاعهم. كيفاش يتم عمليه الرقابه نتاعهم معناتها اذا يتجاوز القانون؟ كيفاش يتم التعامل معه؟ هل تم سحب معناها سيارات ومعناتها هذه اللي راهوها خارج ممكن الأطر القانونية؟ ناخذ معطيات سيدي، تفضل. باهي سيدي، مرحبا. فيت عملية المراقبة قاعدة تؤمن عن طريق فرق مشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، مشتركة بين وزارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية. تم عندنا 12 فريق يغطيه كامل تراب الجمهورية. مهي باهي. ال 12 فريق فيت، أنا باش نعطيك دي دوني ستاتيستيك. كيقولوا 12 فريق معناها كل فريق قداش يتكون؟ كل فريق يتكون من 4 أشخاص. فوالا. دونك في 2021 الفرق المشتركة قامت 750 دورية. تم خلالها مراقبة 23,000 سيارة. هاي. وتم تحرير ما يقابل 650 محضر مخالفة، مخالفة إدارية ومالية، وتنرجع لك على المخالفات. اون فيت في 2017 نسمع فيك. الو الو، باش نحاولوا نعاودوا للاتصال الحقيقه، وحابين نرجع ممكن حتى على رقم المراقبين في حد ذاته بعد شوي ان شاء الله، اذا يرجع معنا سي محمد بوهلال مراقب عام لاملاك الدوله والمنسق العام لفرق مراقبه السيارات الاداريه، انه 42 باش يراقبوا اكثر من 90 48 باش يراقبوا اكثر من 90,000 سياره اداريه. الحقيقه شيء ما يقابلش بعض، وقاعدين لاحظنا وانه الحمله اللي موجوده حول السيارات الاداريه على مواقع التواصل الاجتماعي فقط هي على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس ولا تمت للحقيقة بمعناتها بالواقع وبسلة. نعرفش إذا حاضر معنا ونعاولوا نرجعوا شوية آخر ونكملوا الانترفيو متاعنا. يظهر لي رجع الاتصال ولا خلينا أرجع. سي محمد بوهلال مراقب عام لأملاك الدولة ومنسق العام لفرق مراقبة السيارات الإدارية، مرحبا من جديد. باش نحاولوا نرجع فقط لأنه فما معطى تيتو ماذا بينا ناخذوا عليه التعليق بفضلك، بخصوص أكثر من 90,000 سيارة موجودة تحت أملاك الدولة وعنا تقريبا 42 مراقب فقط، يظهر لي المعادلة غير منطقية. كيفاش نجم متعلق على هذا سيدي؟ والله شوف، التعليق غير المراقبين اللي موجودين ويقوموا بحملات. مراقبة السيارات الإدارية موقولة كيما السيارات الخاصة للأمن العمومي. دونك إدارة شرطة المرور وإدارة حرس المرور تقوم بمراقبة السيارات الإدارية كيما الفرق المشتركة. دونك 12 فريق المختصين في مجال مراقبة السيارات الإدارية، صحيح ما نقولكش سي عدد ضعيف، وخصوصا نضيف لك معطى اخر انه المراقبين ماهوش متفرغين بالاساس للمراقبه، دونك يقوموا علاوه على عمليات المراقبه بمهام اداريه. وقت توقع حمله يخرجوا يعملوا عمليات المراقبه. مي عمليات المراقبه الفعليه تنجم تتم حتى عن طريق حرس المرور وشرطه المرور. وقاعدين يقوموا بهذا معناتها؟ قاعدين يقوموا، موجود اي موجود وقاعدين. ما نعرفش، ما فماش ارقام. والله الارقام تاع اداره شرطه المرور وحرس المرور مالوريزمون ماهيش بين ايديا، دونك مي قاعدين ثم بعض مخالفات، بعض محاضر اللي قاعده تجينا. العدد مش كبير، ما نجمش نقول لك. اي، لانه المخالفات عاديه كيما اي سياره ممكن، لانه الحقيقه نعرف مليح انه ديما البلاكه الحمراء عندها الأولوية في الكياس، وراهو إذا ما فماش مخالفة مرورية نجم تعد على روحها ما فيها حتى قلق. هذه نلاحظوه حتى احنا نتعدوا في الكياسات. حبيت ممكن زادا نشير لهوني سي بوهلال بخصوص الترقيم المنجمي اللي موجود هذاك. فما كان البوند حمراء هذيك اللي كتبها بالأحمر باش نجموا فرقوا اللي هي سيارة تابعة الدولة، ولا فما عندكم ترقيمات أخرى؟
الترقيم شوف هو خرج منشور انه السيارات الوظيفيه وسيارات الولات وسيارات بعض السيارات الاداريه اللي مسنده لخطط عليا نجم تتجول بالترقيم العادي، الترقيم في سلسله تونس. دونك الترقيم اللي نشوفوه بالترقيم الاحمر في غالبيته مش يكون يا سيارات مصلحه ولا سيارات مصلحه تستعمل بصفه سنويه لغايه شخصي. واضح واضح. باش نكملوا الحقيقه شنو نجم نقولوا الحقيقه للمواطن اليوم اللي قاعد يسمع ويتابع وممكن كيف ما قلت انت ما يحبش ممكن يرى سياره اداريه خارج الاطر العمل، مع شنو نجم يكون؟ هل نجم يكون هو شريك المواطن للتبليغ مثلا على تجاوز ما؟ كيفاش نجم يتواصل معاكم؟ تفضل سيدي. المواطن هو ديما شريك، واحنا ما ثماش عريضه جات اللي ما تعهدناش بها وقمنا بالابحاث الضروريه في شانها، والابحاث الضروريه توصل حتى لعمليات عقوبيه عقاب اداري وتوصل حتى لسحب السيارات. دونك لا وين ثم المواطن ديما شريك فاعل معنا. ومرحبا بكل عريضه ولا كل تبليغ اللي يتم في الموضوع هذايا، وكل تبليغ ناخذوه محمل الجد ونقوموا في شانه بالتحريات واتخاذ الاجراءات اللي واضح تستوجب. واضح يا سيدي.